اريحيه كبيره كما حكينا على الزاد البشري وضخ الاموال كبيره بالنسبه للنادي الافريقي. للاطار الفني المتواجد على راس الفريق يبقى النادي الافريقي فريق كبير، لكن نفس الشيء احنا كمحلل هنا نقول حظ اوفر لبقيه الفرق. الترجي التونسي النادي الافريقي مكارم المهديه، حظ كذلك اوفر للفرق اللي تلعب من اجل تفادي النزول. اليوم لقاء كبير بين بعث بن خيار وشبيبه القيروان من اجل تفادي النزول. مبروك مره اخرى للنادي الافريقي، شكرا للجمهور عمل لنا امبيونس حلوه. فنيا كان لقاء اذا كان نقيموه بالنسبه لي انا محمد علي اللقاء في مستوى جمله متوسط، ما لقيناش التنافس الكبير اللي يعطي نكهه اكثر لكره اليد، لكن شفنا بعض اللقطات الفنيه والجمل التكتيكيه، شفنا تصديات ممتازه للزوز حرس فراس وكذلك حمدي مكرم المساوي. فريق كبير، جمهور كبير، حراس في مستوى. فنيا النادي الافريقي كان متفوق على جميع المستويات. نحب نقول مبروك للنادي الافريقي. وتفاعل من جماهير النادي الافريقي مع لاعب اسطوري في النادي الافريقي في كرة القدم، اكيد ذكريات كبيرة لجماهير النادي الافريقي مع اللاعب الاسطوري كما قلت، من الانتدابات الممتازة للنادي الافريقي ولاعب حتى اسمه باحرف من ذهب في تاريخ النادي الافريقي، لاعب الجزائري فضيلة مغاري اللي كان الاسبوع الفارط تكريم من هيئة النادي الافريقي في الجزائر بالذات مناسبة مباراة فريق كرة القدم ضد شلف الجزائري. اليوم فضيل مغاريا موجود في قصر الرياضة بالمنزه، وفضيل مغاريا يحتفل على طريقته مع جماهير النادي الافريقي بالبطولة، وجماهير النادي الافريقي تحتفي بفضيل مغاريا. محلاها الرياضة كي تكون هكا اعتراف بالجميل من جماهير الملاعب، يشوف قديش توا سنوات من اللي بطل الكرة مع النادي الافريقي، يشوف قديش عطى للنادي الافريقي، وايضا ملاعب يعترف بجميل الفريق، صنعوا فريق عطاه شهرة وفريق عرف معاه نجاحات كبيرة. هكا الرياضة نحبوها ممتازة برشا. لقطة وتفاعل كان من جماهير النادي الافريقي ولعبها فضيل مغاريا. ألف مبروك مرة أخرى نقولها للنادي الأفريقي، لأحباء النادي الأفريقي، مسؤولي النادي الأفريقي، تتويج ببطولة هذا الموسم. بطولة أعداد 12 للنادي الأفريقي، تقعدوا معنا بعد المباراة أكيد باش تعيشوا معنا فرحة جماهير النادي الأفريقي، فرحة اللاعبين بالتتويج. تكون عندنا تصريحات فورية مع زميلتي ثريا المجمري مباشرة بعد نهاية المباراة، وباش نعيشوا كما قلت فرحة النادي الأفريقي وجماهير النادي الأفريقي إن شاء الله دائما. التلفزه الوطنيه بقناتيها الاولى والثانيه ان شاء الله ديما متواجدين لمتابعه اكبر التظاهرات الرياضيه ان شاء الله معانا. تعيشوا الاجواء كبيره كما اللي قعدت في الان في قصر الرياضه بالمنزه. ممتاز ممتاز مروان بالحاج، ذكرنا مروان بالحاج منذ سنوات. الف مبروك للنادي الافريقي رسميا، النادي الافريقي بطل تونس لهذا الموسم. البطوله اعداد 12 للنادي الافريقي وبدات الاحتفالات. وتفضل ثريا. مبروك للموسم. والله الحمد لله، معناها بون اليوم الماتش ما كانش صعيب برشا كثر ما كان المهديه. ساعه اول حاجه مبروك للنادي الافريقي، ومبروك سورتو معناها للجوارات اللي عداوا موسم طيب اليوم، ومبروك لاحباء النادي الافريقي الكل وكل من ساهم في التيتر هذايا. الافريقي سنة يستحق معناها التيتر هذا عن جداره، حقيقه عن جداره، ما جاتش بالساهل. بون الحمد لله اليوم توجنا، نفرحوا اليوم وغدوه نخموا في اللي جاي ان شاء الله. عايش مبروك يسري دالي، نقعد معك يسري نعيش معكم الاجواء يسري. اي ثريا نرجع معاك وقت اللي يكون يسري الغالي حاضر، ونعيشوا مع النادي الافريقي كما قلت فرحه جماهير النادي الافريقي، وصور حلوه برشا بين ملاعبيه وجماهير النادي الافريقي ولافته في دين ملاعبيه. او معنا معنا يسري يسري مبروك التتويج، لقب هام يظهر لي سنه كنتوا فو ميغيتي سو تيتر. والله الحمد لله تتويج هكا تشوفوا
نادي الافريقي قاعد عطشان برشا للتتويج هذا. يظهر لي من 2008 نادي الافريقي ما توش بالبطوله. السنة من 14 جويلة قعدنا العزم باش الفريق هذا يكون ان شاء الله موسم التتويجات نتاعو. فريق طموح خدمنا لقينا، اما يزيد نقول راهو مش مشتاق هنا، خليه ساقينا في القاعة نفرحوا اليوم وغدوا نرجعوا ترنا ارواحنا، خاطر فما تتويجات اخرى ان شاء الله، فما اشياء اخرين زعما خموا عليهم، نرتاحوا كما يلزم وان شاء الله نفرحوا الجمهور اللي ورانا ومسندنا والاداره نتاعنا ان شاء الله. شكرا ليك يسري. امين امين كملوا التصريحات. مبروك التتويج، ظهور لاغلب العناصر اليوم اول مره تتوج بالبطوله بعد غياب 7 سنوات. والله صحيح، معناتها تعرف هزينا شامبيونات 2008 ومن بعد بدلنا ليكيب الكل، قعدنا نخدموا على رواحنا، يظهر لي عام سنه عام القاب، بدينا بشامبيونز ليغ توا شامبيونات، توا اليوم باش نكملوا بالشامبيونات، وتوا باش نبداو نحضروا ان شاء الله الماتش الكوب، وطويل الصفحه بتاع الشامبيونات ان شاء الله غدوه، ونبداو نحضروا في الكوب ان شاء الله. بما غيت اللي فماش ديفيت معناتها الفريق السنه، معناتها بعد 21 مباراه سون ديفيت. معناتها دون هزيمه الافريقي بطل. صحيح الحمد لله، معناتها يدل من اول السيزون توا ما خسرنا حتى ماتش، حتى الشامبيونز ليج ما خسرنا حتى ماتش. الحمد لله يا رب، هذه كل الخدمه وكما نقولوا السوريو في الخدمه، هذاك علاش وصلنا باش فرحنا الجمهور هذا الكل. مبروك. شكرا ليك دالي. كان في انتظار تصريحات اخرى. باهي باهي سوريا حاول تصريح معنا مكرم المساوي ديجا. مبروك مكرم، يدور لي موسم استثنائي ليك وللافريقي. يبدا موسم استثنائي للنادي الافريقي، وراه تلقى دي ستار، معناها دي في كل مقابله يظهروا جوارات باهيين. الحمد لله اونيان جروب سوليدير، نخدموا مع بعضنا، الناس الكل لا كونتخوبيي على الشامبيونات وعاملت كل واحد مسيره نتاعو. حب نادي الشامبيونات هذه كل جماهير النادي الافريقي اللي موجوده في تونس واللي في الاترونجي، حب نهديه لجابو ونقول له بون كوراج جابو وربي معاك. شكرا لك. سفيان بن صالح. سفيان بن صالح معنا، يدور لي الاداره الفنيه. صحيح صحيح، قمنا بخدمه باهيه من السيزون اللي فاتت، ان شاء الله ان شاء الله كنا على حسن الظن عام كامل، والمحاله عامنا مازال ما فيهاش، مازال عندنا دوتر تيتر. و جدير ميرسي معناها رئيس الجمعيه اللي حضر لنا ووفر لنا معناها الامكانيات الكل باش نجمنا معنا فريق قوي كيا، وان شاء الله نوعدوا الجمهور هذا كله باللي جاي من خير، وفوالا مبروك علينا. ثريا نحبك تسال سفيان. ثريا سفيان، شنو السر فين يرجع سفيان الفرح كبر في النادي الافريقي يتوج؟ قال لك دالي، شنو السر اللي خلى سفيان بن صالح يرجع الفريق يتوج؟ لا ما فماش سر، فما كي نخدموا نلقاو وخدمنا ولقينا، وهذاك هو بو امبورت سفيان هوني ولا مش هوني، اللي بيه الفايده احنا وني شامبيون. فوالا محمد السوس. باللاعبين العناصر الشابه اول تتويج لها بعد موسم 2007 2008، نكهه التتويج للعناصر الشابه. والله انا بدي من العناصر الشابه اول مره، اول شامبيونات ليا في تونس، الحمد لله يا ربي الجروب هذا مازال باش يخدم برشا، ومازال باش يصنع برشا تتويجات للكلوب افريكان، وسيرتو السنه ترى الجرينتا بتاع الاولاد الكل، الحمد لله يا ربي راهو مستاهل باش واحد يتوج قبل ما توفى الشامبيونات بماتش. عندنا 22 ماتش ولا 23 ماتش سون ديفيت، هذه حاجه مستاهله. واليوم 21. واليوم 21 صحيح، مستاهل بالكل، ستريس وكل ماتش غيز امبورتون بالنسبه لنا، الحمد لله يا ربي، ونشكر الجمهور هذا الكل، خاطر مش بالساهل، مش اي كيف عنده الجمهور هذا، نشكروا برشا وديما فرحين ان شاء الله. معنا انور عياد صاحب الخبره. انور، لقب الافريقي اليوم، مع احساسك بعد ما كنت واش مع النجم الساحلي؟ والله الحمد لله، الواحد مستانس بالتيتروات، واليوم توجت ببطوله، اخر بطوله كانت عندها برشا، انا ديزاني اي في النادي الافريقي، ماني عندي برشا قبل نحكي عن النادي الافريقي. اي ديميل تروا بالنسبه لي، يعني عندي برشا على طعم البطوله هذه، نعرف البطوله في تونس ماشي سهله، كونتر ديزيكيبات كبار وكل شيء كيما ترجي والاتوال وجمعيات الكل. القدر نتاعي نتبع تيتروات، والحمد لله ربحت زوز، مازلنا نلعبوا على ثلاثه تيتروات اخرين، احنا كونسونتري لو بزيكتيف نتاعنا
كوب دافريك تاع اول عام كانت بدايه وهذه مش نهايه، مازلنا نلعبوا كونسونتري على تيتر الاخرين ان شاء الله. يعطيك الصحه، نكملوا مع حمزه المهبلي. حمزه من عناصر شبا اللي كانت عندها اضافه كبيره سنه مع النادي الفريق. والله اول حاجه مبروك علينا تيتر الثاني عام سنه شامبيونا، مازال قدامنا برشا القاب معاملين باش نحصدوهم قدرة ربي السنه الحمد لله. معني واحد قاعد يقدم معني كل بريود قاعد يقدم ويعطي في الاضافه، ونشكر المجموعه معني اللي قاعده تعاون فيا الحمد لله يا ربي. كما تشوفوا معني فرحه تاع الجمهور هذا ما تتشريش بالفلوس معني الحمد لله يا ربي. يعطيك صحة حمزة. معنا مروان بالحاج، مبروك التتويج، مبروك البطولة عدد 12 الإفريقي. عايشك يبارك فيك، مبروك علينا ومبروك على كل جماهير، مبروك علينا، مبروك الجماهير نادي الإفريقي هذه اللي حاضر علينا، اللي حاضر معنا البطولة هذه. زاد ما دخلتش النادي من عام 2008. الحمد لله الحمد لله هزيناها، تعبنا عليها عام كامل بيان سور. معناها كان خدمه كبيره برشا. حابك نسلم فيك على الفرحه، علاش خاطر عيطوا لي مثال السماح. ان شاء الله مبروك على النادي الافريقي مره اخرى. شكرا ليك، شكرا ليك ثريا. ما نعرفش تصرف سي توفيق بن سمير، كان غاضب مروان حاب يهزو مع بقيه الملاعبيه. اكيد هذا يوم استثنائي للنادي الافريقي، يوم تتويج بالبطوله. عادي انه الملاعب يقدم تصريحات صحفيه ويدلي بتصريحات لوسائل الاعلام. على كل حال الف الف مبروك للنادي الافريقي التتويج بالبطوله. هاو قدامكم ملاعبيه النادي الافريقي قاعده تحتفل وتغني في اغاني الفيراج النادي الافريقي. مبروك مره اخرى للنادي الافريقي، ان شاء الله في تتويجات اخرى للنادي الافريقي. حظ اوفر لبقيه الفرق التونسيه اللي راهنت على الالقاب في بطوله الموسم هذا. شكرا ليك الياس سعيد، رافقني في تحليل المباراه اليوم. شكرا ثريا، شكرا كل زملائي المصورين والتقنيين اللي خلوكم تعيشوا مباراه اليوم. شكرا كبير ايضا زميلنا رضا عبد الغفار، مجهودات كبيره باش جبنا لاعبيه النادي الافريقي. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام على متابعه المباراه. ان شاء الله دائما تعيشوا الاحداث الرياضيه الكبيره على القناه الوطنيه بقناتيها الاولى والثانيه.